نور الله حدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا. رب اغفر لي تقصير يا رب، ولوالدي اعلى نسلهم فضل علي، ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. طب ليه اللي دخل بيته مؤمن استغفر له استغفار خاص على عموم المؤمنين؟ لان اللي جه بيت الداعية ده واحد عايز يتربى، ده واحد عايز يوصل، ده طالب علم. استغفر الاول لخواص المؤمنين، للمجتهدين، للي شايلين الدين، للي شايلين الدعوة، للي طلاب العلم وطلاب التربية وطلاب الهداية، وبعد كده عموم المؤمنين والمؤمنات. بكل استغفار لمؤمن ومؤمنة بتستغفر له وبتستغفري له حسنة، تخيلوا مليار ومتين مليون حسنة في ثانية. تبلد القلب الأجرام من نور الدين. البلبل يطلق أنغام صوته يشجينا.